زهير مخلوف كاتب عام منظمة عفو الدولية، مرحبا بك. حبينا نسألوك على واقع الحال توا في السجون. عرفنا انك زرت سجن المرنقية وزرت سجن المساعدين، حاليا حبيت نسألك خويا زهير قديش من ابناء التيار السلفي موجودين في السجن ولا في السجون بالاحرى، وقديش من ضمنهم مضربين عن الطعام؟ وفي الحقيقة ما بين السجون كلها في تونس حوالي 192 شاب متدين أو شاب سلفي، يعني اللي كانوا في قضية العبدلية، في قضية سفارة أمريكا، في قضية الجندوبة، في قضية بير علي بن خليفة، برشا قضايا. المهم قضايا اللي يعني وقع فيها اتهام شباب سلفي بالاعتداء أو بالعنف أو بشيء من هذا القبيل. العدد كما قلت حوالي 192 شاب. الظاهر أنه برسالة مضمونة الوصول ومشفرة وصلت كل السجون، أنه كل الشباب السلفي في السجون التونسية دخل في إضراب على الطعام مساندة واحتجاجا واستنكارا على وفاة زملائهم محمد البختي وبشير القلي. هذه هي وضعية، يعني ليش دخلوا الشباب في إضراب على الطعام؟ وأيضا الشباب دخلوا في إضراب على الطعام يحتجون على التباطؤ في فحص ملفاتهم القضائية، وأيضا للاحتجاج على التهم المكالة إليهم جزافا وظلما، وأيضا الحملة الإعلامية والمضادة لهم، واللي خلات بعض أطراف السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، السلطة التنفيذية تعتقلهم والسلطة القضائية لا تسرع في بحث ملفاتهم. إذن هذا هو المطالب بالأساس، مطالب الشباب السلفي هي الإسراع في فحص الملفات، هي تبرئة الذين يمكن تبرئتهم. أكيد ما يحبوش هما أنهم يثنيوا عصا ويثنيوا يد السلطة القضائية بقدر ما يريدوا إنصافهم ومحاكمتهم محاكمة عاجلة وعادلة. هذا الوضع بشكل عام. نحن نأمل أنه بعد ما توفوا والتقصير الحاصل من طرف كل الأطراف اللي ساهمت في هذا التقصير، سواء المجتمع المدني أو الإعلام أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو يعني حتى عائلات المتوفين اللي ما قدروش، وأيضا حتى الناس اللي كانت طرف في الدفاع عن الشباب، نعتبر أنه وأيضا إدارة السجن نعتبر كل هؤلاء كان لهم النصيب في المشاركة في التخلي عن قضية الشباب السلفي، وبالتالي نحن كلنا مشاركون في التخلي عن قضايا. أنا أخويا زهير، فما سؤال يفرض نفسه على ضوء تصريحات أخرى متاع محامين محامي الدفاع عن الموقوفين على خلفية أحداث الصفارة وغيره. السؤال يفرض نفسه، هل هنالك آثار سوء معاملة أو تعذيب على الموقوفين؟ وهل ترى أنت خويا زهير انه التقرير اللي تقرير وزاره حقوق الانسان وبالاحرى اللجنه اللي تكونت باش تدرس موضوع الموقوفين على خلفيه احداث بير علي بن خليفه، هل ترى انه التقرير هذا يرقى المستوى واقع الحال ويعكس حقيقه واقع الحال ولا لا؟ لا، في الحقيقه هي السلطه التنفيذيه، السلطه ما زالت متخندقه بنفس الاسلوب القديم في التعذيب وفي الممارسات القديمه في الاعتقال على الهويه وفي الاعتقال بدون اي حجه، وايضا في التعذيب والاخذ يعني التقارير. اكيد هي اتخذت انطلاقا من بحوث ارشاديه، والتعذيب وقع من اجل فرض وجهه محدده كان تبتغيها السلطه الامنيه. اذا هذه السلطه الامنيه ما زالت متمترسه على أسلوبها القديم وعلى التعذيب. فيما يخص بير علي بن خليفة، كل التقارير الواردة تثبت بما لا يدع مجالا للشك
إلى وقوع عملية تعذيب شنيعة جدا. السلطة التنفيذية أخيرا قامت بالتحقيق في هذه القضية، نأمل أن يقع إيقاف كل الذين تسببوا في التعذيب مهما كانت رتبهم ومهما كانت مواقعهم، ونأمل أيضا أن كل من قام بعملية تعذيب مهما كان يقع محاسبته محاسبة عاجلة، خاصة بعد الثورة، ويقع مساءلته ومحاسبته قضائيا أيضا، لأن التعذيب هو شيء شنيع، شيء مرفوض، شيء محرم، وبالتالي لا نسمح بالأساس أن يعاد نفس المنظومة القديمة، تعيد نفس الآليات بنفس الأساليب وتعتمد نفس الوسائل في التعذيب والقمع والانتهاكات. ونبتغي أنه بعد الثورة لا يقع تعذيب المتهمين أو المعتقلين. شكرا في الجميع.